النهاردة حلقة خاصة جدا ومميزة علشان منورانا فيها مطربة ليها بصمة مميزة، قدمت مجموعة من الأغاني فترة الثمانينات لسه محفورة في أذهاننا لحد دلوقتي، زي ماشية الصنيورة، ما تحسبوش يا بنات إن الجواز راحة، وأوقات أشوف ملامحك، وماما ست، وغيرها من الأغاني الكتير الجميلة. كانت عضو أساسي في فرقة المصريين اللي في الوقت اللي كانت فيه موجودة فرقة المصريين كانت مأثرة على الجيل كله، يمكن الأجيال كمان اللي بعد كده. لحد النهاردة أغاني فرقة المصريين موجودة في كل حتة، كل الناس تحب تسمعها وتحب ترجع لها تاني. فنانتنا بقى اختفت فجأة عن جمهورها اللي بيحبها جدا، وخلينا كده نعرف منها السبب وندردش معاها. طبعا المفاجأة اتحرقت بالكليب الجميل اللي شفناه ليها، ويمكن هي ليها حاجات كمان اكتر واجمل من كده، احنا حاولنا على قد ما نقدر نجمع لها حاجات من حاجاتها الجميلة. منورانا الفنانة الجميلة السنيورة منى عزيز، اهلا وسهلا بيكي يا استاذه منى. اهلا بيكي يا نور، ايه المقدمه الهايله دي؟ ما اقدرش. انا سعيده جدا جدا ان انت موجوده معايا، وفخوره جدا ان انت موجوده معايا النهارده، وان شاء الله حلقه حلوه قوي بيكي. من ذوقك، ميرسي خالص، ميرسي خالص بجد، تستاهلي اكتر من كده. يا كفايه الواحد يسمع ده، ميرسي بجد والله. لا لا، تستاهلي فعلا اكتر من كده بكتير. بس خليني الاول اسالك، انت رحتي فين؟ مختفيتي فين؟ مين خدك مننا؟ لا ما حدش صدقيني. ما اقدرش انا استغنى عن مصر، ما اقدرش، وعنكم. الحكايه اني كنت بعد ما عملت اغنيه التوبه، وبعد الماشيه السنيوره، وبعد كل النجاحات دي وكده، كنت عايزه يكون في منتج يعمل لي بجانب فرقه المصريين، يعمل لي حاجات خاصه بيا. ما حصلش، فزعلت شويه صغيرين بس مش قوي. وبعدين اتجوزت وسافرت والحياه مشيت كده وخلاص. بس ورجعت تاني سنه 2000، عملت افتتاح مهرجان الاغنيه، كان في قاعه المؤتمرات، وهو بروح وبرجع بروح وبرجع. ومن 2018 عملت بقى الأوبرا والمكتبة الإسكندرية كم حفلة كده، وهو لا احنا عايزين اكتر من كده، عايزين اكتر من كده بكتير. واحنا بنتفرج على الكليب بتاعك لاحظت دموع في عينيكي. ما رضيتش ابدا بالسؤال ده، او ما رضيتش اسالك ليه عينيكي دمعت، بس حابه اسالك برضو يعني، معلش يعني، افتكرتي ايه او ايه اللي خلاكي عينيكي تدمع لما شفتي الكليب؟ لا مش يعني، بحب شغلي، بحب اللي انا بعمله، يعني مخلصه قوي له، وعايزه كل حاجه تبقى حلوه فوحشني شغلي بس. انت وحشتي جمهورك جدا. ميرسي. على فكره جدا جدا، وكل مره كنت بتطولي فيها في السنين، يعني كنت بتيجي خطف كده زي ما حكيتي، خطف فعلا. كل مره كنت بتطولي فيها، الناس خلاص هترجع وهنشوف حاجات جديده واعمال جديده، وبتفاجئينا انك بترجعي تختفي تاني. بالظبط. فالاسره بقى بالنسبة لك، يعني هل هي اللي كانت السبب الأساسي عشان اتجوزتي وسافرتي، فده خلى المدة طول شوية ان انت تبعدي عن الغنى او عن الفن؟ صدقيني يعني لا، يعني الأسرة كانت بتشجعني، وأخيرا شجعتني، وكان في تكريم المايسترو هاني شنودة في السعودية وكده، وفعلا ندهوني من هناك، وكان جوزي راح معايا وبيحب قوي اللي انا بقدمه وكده. بس لما الدعم يجيلك من جوزك كمان تحسي ان هو بيحب الحاجه اللي انت بتحبيها. بالظبط. وبيدعمك ان انت تستمري فيها، فدي اكيد حاجه مختلفه. ده حقيقي. ده حقيقي يعني، ده انا محظوظه بصراحه. طيب احنا ما وحشناكيش، ما بتفكريش طيب تعملي حاجه جديده في الفتره الحاليه؟ ان شاء الله، ان شاء الله في حاجه جديده. طب كويس، حاجه حلوه، اكسكلوسيف لينا، ان شاء الله في حاجه قريب جديده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عايزه ارجع لورا بقى، بدايه فرقه المصريين كانت من السبعينات، تمام؟ بس اعتقد ان حضرتك ما التحقتيش معاهم من بدايه السبعينات، يعني كان بعد كده في مراحل الثمانينات. احكي لي عن الفتره دي، يعني اولا ايه اللي خلاكي تقرري ان انت هتنضمي
لفرقه غنائيه زي فرقه المصريين، عرفتي منين الموهبه والصوت الحلو؟ بدات ازاي معاكي؟ الصوت عرفته من المدرسه على فكره، من ايام ما كان عندي 5 سنين في الحضانه والاولى ابتدائي وكده. عرفوا الكورال، عرفوا ان انا ودني كويسه وكده، وكنت بغني اغاني شويه بحب، يعني مش كل الاغاني اللي بتاعت الكورال كنت بحبها، اوقات اجري منهم ويجيبوني برضو. بس وبعدين فضلت معايا وغني لنا، وفي الرحلات غني لنا يا منى وكده، واي حاجه في البيت قاعده اغني. طبعا ده كان غنى مش اللي هو الغنى البروفيشنال، لما من باب السعاده وانك بتطلعي موهبتك بالظبط. لقيت البروفيشنال حاجه تانية طبعا لما تعرفت على الاستاذ هاني شنوده. طبعا الاستاذ العظيم، نوجه له كل التحيه طبعا طبعا. وده كان عن طريق صديقه مشتركه لمرات هاني شنوده، يعني زوجة هاني شنوده. كانت واحده تعرفنا احنا الاثنين وقالت لي انت لسه عايزه تغني يا منى وعارفه ان انا بحب اغني؟ قلت لها طبعا يا ريت وكده. وبعد كده عرفتني، خدنا ميعاد ورحنا لهاني شنوده وبس. طب ايه اول اغنيه فاكره الاغنيه اللي غنيتيها عشان توري له صوتك بقى والخامه بتاعه الصوت وكده؟ كانت اولا كان هو لطيف جدا معايا وما حسيتش كاني بعرفه من زمان، وكنت حابه اللي هم الاول سيدي عملوه، اللي هو اول شريط عملوه، ما تحسبوش يا بنات الجواز راحه، وكان مكسر الدنيا. لان كانت حاجه جديده اياميها، كانت الاغنيه طويله، وهاني شنوده اختصر اللي بيتقال كده في 4 دقايق 3 دقايق. يعني بصراحه كانت اغاني كل الشباب بيحبوها اياميها جدا لحد النهارده. والله لحد النهارده والله ده حقيقي. وبس وبعد كده قال لي تعرفي ايه؟ قلت له اعرف تقريبا كله، لاني سمعت بسمع، اشتريته مرتين ثلاثه الشريط من كتر ما انا بسمع. قال لي طب تعرفي كان بيبوظ وبيسف وبتروحي تجيبي غيره؟ بالظبط فاكره؟ فلا انت صغيره مش لا 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 انا عندي حاجه و30 فجايه يعني من ايام الثمانينات موجوده. فبس قال لي تغني ما فاتش ليه؟ قلت له اوكي. بس فغنيت ما فاتش ليه، وبعدين وهو بيسمعني هو على البيانو راح غير التوناليتي عشان يشوف اذا هطلع، ما لقيت بطلع، نزل بالتوناليتي نزلت، فقال لي انت اوكي. بس عايزه تدريبات بقى، تدريبات صوت بوكاليز وكده. طيب على فكره احنا معانا على التليفون الاستاذ العظيم الكبير هاني شنوده، مؤسس فرقه المصريين طبعا. لا بجد الموزع العظيم جدا جدا، ملحن وموزع عظيم. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ هاني. اهلا بيكي ومنى اللي وحشتنا جدا. اهلا بحضرتك. اهلا يا هاني. سعداء جدا بمكالمه حضرتك لينا في انتي، ومعانا زي ما حضرتك قلت كده الجميله الرائعه منى عزيز. احكي لنا لما شفتها اول مره كان انطباعك عنها ايه؟ عايز احكي لك عن المشروع الاخراني. طب احكي لي عن المشروع الاخراني اتفضل. احنا بنعمل منى دلوقتي اغنيه لحنها واحد بثلاث كلمات فرنساوي وكلمات عربي وكلمات انجليزي. ثلاثة مترجمة لثلاث لغات. ايوه. لان هي تقدر تغني فرنساوي كويس او كويس جدا جدا، عربي كويس جدا جدا جدا، وانجليزي كويس جدا جدا جدا. فعملناها التجربة دي بتجربة ما حدش عملها في العالم. ان شاء الله لما تخلص تبقى نصورها، تبقى فيديو كليب وكده، ان شاء الله تاخد النجاح المفروض تاخده، لان دي تجربه ما اتعملتش قبل كده. ان شاء الله تنجح وتكسر الدنيا زي باقي اعمال حضرتك والفنانه الجميله طبعا منى عزيز، اكيد ان شاء الله. كمان اللي كاتب دي الدكتور هاني زكي اللي في امريكا، وكان بينا تليفونات كتير وبين منى عشان نظبط الكلام الفرنساوي على العربي على الانجليزي. بس انا متوقع وان شاء الله متوقع بخير ان الاغنيه دي هتعمل حاجه كويسه
ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طبعا ببارك لحضرتك جدا جدا مسبقا على الاغنيه وعلى عوده كمان فرقه المصريين. انا شايفه ان في نشاط الفتره دي، صح؟ يا رب. والله الحكايه دي فيها قولان. ليه؟ الناس افتكروا ان الاغاني اللي محطوطه في المسلسل بتاع حاله خاصه، حاله خاصه، ده احنا عاملينه من جديد، كل الحاجات دي بالاصوات القديمه والالات القديمه والاستوديوهات، كل ما غيرناش ولا صمتي. ده صحيح. تعرف حضرتك ان ماشا سنيوها دي جايبه فوق المليون، طبعا يعني ما حدش يقول للمرأة لا، ده جايبه فوق المليون. مظبوط. الاغنيه بتاعت اوقات اشوف ملامحك اللي غنتها في المسلسل عامله سكسي رهيب. ده حقيقي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقها في كل حوالي. ان شاء الله. ميرسي يا هاني. تقولي له ايه؟ اتفضلي. لو حابه تقولي له اي حاجه اتفضلي. انا مش عارفه اشكرك ازاي على الكلام الجميل ده، ميرسي خالص. خلي بالك بس اقفي جنب البتاع، عايزينها تتعمل وتتسوق وتنزل ونقف معاها ونشوف، لان احنا عايزين نقول ان بلدنا عايزين نعلي صوتها سماعة، تقبل السياح وتقبل الاخر وما عندهاش مشكله ان نرد عليه كلام جدا، نرد عليه كلام معاوي، هنحطه فوق دماغنا كل السياح. انا عايزه حضرتك تحكي لنا طيب عن اول ما شفت منى، كان انطباعك عنها ايه؟ حبيت ليه؟ حبيت صوتها وليه هي اللي خدت اغنيه ماشيه السنيوره اللي لحد النهارده مكسره الدنيا؟ ما هو خلي بقى حضرتك ان قبلها بفتره ايمان جت قالت التشريط الثالث ابدا من جديد، قالت لي هاني اللي تقدر تاخده مني النهارده خده، لان اتجوزت وجوزي واقف بره ومنعني ان انا اغني. اه ده الاستاذ ايمان يونس. ايوه. اه تمام. طبعا كان في اغنيتين شريط ما يكمل، فجبنا تلميذتها غامضه غنت لما كان البحر اسد وغنت الصبحيه. واستنينا بقى، قلت لازم حد يجي يكون مجنون مكان. فلغايه ما جت بقى النجمه منى عزيز وعمل، اظن ان دي اول اغنيه عملتها. مظبوط. لا بس الفضل لتدريباتك، لان انا ما كنتش بغني كده بال معلش، ده مواضيع مفهومه. لا فتره التدريب والتعليم والحاجات دي، ممكن تكون دخلت مثلا تربيه موسيقيه او كونسرفاتوار وتخرجتي، او تاخدي عندي، او تاخدي دروس عند واحد دروس خاصه، يعني دي ما بتفرقش قوي. اللي يفرق انت انجزتي ايه؟ فانت انجزتي اغنيه اسمها ماشا سنوره اللي كنت بحبها. طبعا. ذكرياتكم عن حفل الذكريات لما اجتمعتم من فتره مش بعيده في حفل الذكريات، وبرده الحفله دي كانت عامله كميه مشاهده كبيره جدا جدا في كل حته اتذاعت فيها، وحتى كمان على وسائل التواصل الاجتماعي. احكي لي استاذ هاني برده استقبال الجمهور ليكم في حفله الذكريات وترتيباتكم بقى، يعني البروفات اللي عملتوها، الاغاني اللي قررتوا ان انتوا تلعبوها في الحفله دي. خلينا نقسم الموضوع قسمين. اتفضل. الماضي اتقالي فيه منى، والمستقبل اتقالي انا فيه، انا ما بتسيبش في دماغي موضوع الماضي ده ابدا. تمام، حاضر. خلاص هسال عن حفله الذكريات استاذه منى. حاضر. طب انا ممكن اطلب من حضرتك طلب من فضلك؟ اتفضلي. عايزين حفلات اكتر من كده يا استاذ هاني. قولي له ارجوك، محبينك كتير جدا جدا ومن كل الاجيال حقيقي، محبين فرقه المصريين كمان، يعني كل اعمال حضرتك مع سواء الاعمال الموسيقى التصويريه للافلام او فرقه المصريين وغيرها، كل الحاجات دي محبوبه جدا جدا، كل الناس تحبها، فارجوك عايزين حفلات اكتر من كده.
انت تؤمري وان شاء الله انا ميرسي حضرتك لله، هتعجبك ان شاء الله. ميرسي لحضرتك جدا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. العظيم هاني شنوده، طبعا عظيم جدا جدا هاني عظيم شنوده جدا وعبقري طبعا. هو انا اقدر اقول عليه مكتشف اللآلئ من بطن المحيط، يعني بالظبط، يعني او من قاع المحيط حقيقي. راجل جميل جدا جدا، بيشوف يعني ده هيبقى ايه او ده هيدي ايه. صحيح. اكيد كان ليه يد كمان كبيره جدا جدا، او ليه دور كبير جدا جدا في تطور الفن المصري. احنا نروح نسمع جزء من ماشيه السنيوره كده كده اهو، نرجع تاني. اوكي. دي أغنية جميلة جدا، روحها حلوة جدا، ما بتقدمش أبدا أبدا، وكل الناس حافظاها تلات أرباع. أنا مش عارفة إزاي استغربت إنها حافظاها، محفوظة على مر الأجيال والله. أبدا خالص. لا دي جميلة جدا جدا. طب إحنا ينفع نسمع منها حتة لايف؟ آه ما من ماشية السنيورة. نسمع حتة ماشية السنيورة بقى من منى كده. أنا بقى طبعا أنا برفع اللقب لأن قد أنت جميلة وروحك حلوة. لا لا، لكن المقامات محفوظة يا فندم. لا لا، اتفضل. لا أشتري فستان يطلع منظر، وأشتري فاكهة تطلع سكر، أبقى كده مش عاوزة. قال إيه هو بعرف أسحر، ويقولوا مالها كده سرحة، وبرندت بيتهم كده برحة، وانا مهما حاولت اكون مرحة بيقروا عليا وبيحسدوا فيها. جميلة جميلة جدا جدا. نتكلم عن ماشية السنيورة، واكيد ليها كواليس بما انها كمان اول اغنية تقدميها وحققت نجاح كبير جدا جدا، لكن هي كمان كانت من تأليف الشاعر العظيم صلاح جاهين. احكي لي عن كواليس تحضيركم للأغنية دي ومقابلة حضرتك للعظيم الراحل صلاح جاهين. جه في يوم هاني شنودة قال لي، بقول هاني من غير الأستاذ عادي. هو إنسان جميل بجد، إنسان جميل. جه قال لي عايز اخدك معايا نروح نشوف، طلب يشوفك الاستاذ صلاح جاهين. انا بقى سمعت صلاح جاهين ارتعشت، قلت ايه ده ليه، ما احنا حلوين كده ما ينفعش تشوفه. روح انت وقول لي.
قال لا طالب يشوفك وكده. فطبعا اتشجعت ورحت وكده، دخلنا سلمنا. طبعا يعني مكسوفة كنت قوي قدام العملاق ده وبحبه جدا كنت، وقعدت في ركنة كده وهاني كان بيتكلم معاه وكده، انا ساكتة شوية. وبعدين يغيب يغيب ويروح باصص لي من تحت البيري بتاعه وكده، يبص لي وبعدين انا بص في ايه يعني، في ايه، انا ايه هعدي ولا انا هنجح ولا هسقط في المقابله دي؟ مقلقه طبعا، مقلقه صح. وبعد بس قعدنا قعدتنا وكده، بس هو انسان قد ايه لطيف وقد ايه متواضع وقد ايه مهما قلت مش هقول يعني عندي يعني اقعد سنه اقول. وعدت وكده وسلمت وكذا وباي باي باي باي، واستنيت بقى مش عارفه 3 4 ايام، وراح هاني قال لي هنسجل ان تعالي شوفي الكلمات وكده. لقيت ماشيه السنيوره، قلت له انا هغني ده ازاي؟ اقعد اشكر في نفسي ويقولوا انا حلوه وانا شعري سايح وانا ايوه ليه لا يعني. ما كنتش قبل قوي، قلت معقولة الأغنية دي هتعمل حاجة يعني، واحدة مغرورة شوية تبقى ماشية المغرورة. ماشية المغرورة بدل ماشية الثانية. بس وبعد كده غنيتها وحجي حضر الأستاذ صلاح جايين في الاستوديو كده الغنى وعجبته، كل حاجة بقت حلوة. بس طبعا حلوه جدا، عناصر كلها عناصر متميزه جدا جدا، فاكيد لازم تعمل عمل جميل زي ده برغم بساطته وخفته. قد ايه هو خفيف ولذيذ، مش ولذيذ. خفيف اللي هو حاجه مش كويسه، لا خفيف انه روحه حلوه ولذيذ وسهل والناس كلها تحفظه كده. ف الحمد لله انا بعتبر نفسي محظوظه بصراحه، ده حقيقي ما شاء الله. اتنين اساتذه زي دول انا غنيت اكتر لهم. حاجه اتعلمتيها من كل واحد فيهم ايه؟ من الاستاذ هاني شنوده ربنا يديله الصحه وطولة العمر، ومن الراحل العظيم صلاح جاهين. صلاح جاهين قد ايه التواضع واللطافه اللذاذه، كانك تعرفيه من زمان، البساطه. هاني شنوده علمني حاجات كتير قوي، علمني الغنى، علمني يعني ابقى يعني اتشجع قدام الناس. انا كنت في حفلات مش عايزه اطلع من كتر الكسوف والخوف. الكسوف والخوف يعني ما كنتش يعني، دي ما كان يعني كان اول حفله افتكرها، بس بعد كده بقى ما كانوش عايزين ينزلوني من على الستيج. عايزه افضل على طول. لا وانت كمان ليكي حضور فعلا طاغي على الستيج. لما كنا بنتكلم دلوقتي يا استاذ هاني على حفله الذكريات، الدخله نفسها اساسا يعني في مثل كده بيقول لك بتعرفي تعملي الانترنس، في مثل اجنبي انك تعرفي تعملي لنفسك دخله. فعلا دخلتي دخله حلوه قوي، روحها حلوه قوي، لذيذه ورشيقه على المسرح، وبتغني بكل ثقه وسعاده. سعاده خصوصا. ليه احساس السعاده ده بيبقى جاي من الاغنيه اللي بتغنيها، ولا علشان انت تعملي الحاجه اللي بتحبيها؟ عشان بعمل الاثنين، الحاجه الاغاني اللي انا بغنيها انا بحبها. بحبها وشايفة انها ممكن يتعمل فيها حاجات كتير. حقيقة احنا مش عارفين نكتفي من الاعمال الجميلة دي، ولا حتى كمان يعني لو في حد مش عارفة دلوقتي، فكفاية ان هي نوستالجيا حلوة وبتدينا كده طاقة حلوة جدا. ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راح، اغنية سابقة عصرها على فكرة كمان، وانتبهت ل حاجات كتير. يمكن البنات بقى فارس الاحلام والفستان الابيض والفرح الكبير والزفه والكلام ده، لكن ما بعد الجواز ما كانش حد اتكلم عن الموضوع ده قبل فرقه المصريين. كلميني عن ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راح لما انت غنتيها. يعني حبيتي انت الاول انا كنت بحب كل ايمان يونس اللي عملته الفنانه ايمان يونس. يعني ما غنيتيها طب قبل كده في حفله او كده؟ كتير هو ده بقى اللي انا اقصده، لما انت غنيتيها بيحبوها قوي الناس وبتعمل جو حلو. ولان بيسالوني بقى الناس الجواز مش راح، الجواز راح يعني بتعمل الجو لطيف جدا 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 يعني. وغنيناها في افراح كتير وفي
فمن احلى الاغاني اللي بتعمل جو حلو ما تحسبوش وماشيه السنيوره وماما ستو طبعا طبعا كل الحاجات دي. طيب هتسمعينا ايه؟ ماما ستو ولا التوبه؟ انا بعشق كمان التوبه جدا بصراحه. اللي انت عايزاه؟ لا 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 مش اللي انا عايزاه، اللي حضرتك تحبيه. لا لا زي ما تحبي. نقول ماما ستو. ماما ستو يلا بينا. كان فيه بنوتة حلوة وكتكوتة واقفة مكبوتة شعرها بالنقص، قال ايه يا اخواتي نجم ساعتي ولا ابن لحتي طلبوها للرأس. يا ماما ستو بلاش تهويش، ايامكو كان في رأس زمان، طب حزموني وسكوا الشيش واتفرجوا على رأس زمان. اه يا لالالالي يا للي، اه يا لالالالي يا ليل، اه يا لالالالي يا للي، اه يا لالالالي يا ليل. يا عين يا ماما ستو، يا ماما ستو، يا ماما ستو بعدين ايه؟ الله الله جدا جدا يا حلوة قوي قوي. احنا لما اتكلمنا حتى مع استاذ هاني دلوقتي عن مسلسل حالة خاصة اللي رجع الناس تاني تسمع اغنية اوقات اشوف ملامحك، احكي لنا عن الاغنية دي واحساس حضرتك وانت بتقدميها وانت بتغنيها. اوقات اشوف من احب الاغاني لقلبي. وبعدين ما خدتش حظها قوي لما نزلت. يعني ما حدش، ما فيش ناس كتير سمعوها. بس سبحان الله شفتي حصل ايه. قلت يا سلام يا ربي، مش عارفه بقيت اشكر ربنا اقول الناس حبتها واتعملت كليبات بحاجات على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا كتير وعدد مشاهداتها ارتفع جدا جدا. فانا ما تتصوريش فرحتي بالمسلسل ده، اعاد حاجات ذكريات حلوه كتير ليا، والناس سمعت الحاجات اللي كانت ما نجحتش ولا انتبهوا ليها الناس، وهو ربنا موجود وعمل. وخدت وقتها وخدت حقها بصراحه. طبعا طبعا غادة عادل ابدعت وطه الدسوقي كلهم بصراحه. عايز اتكلم عن المنافسه في الفتره اللي كان فيها فرقه المصريين، كان في كمان الفور ام وفرقه الاصدقاء. هل كان في منافسه ما بين الفنانين اعضاء الفرق دي وحتى كمان الاعمال اللي بيقدموها، ولا كانت الروح عامله ازاي ما بينكم في الفتره دي؟ صدقيني الروح كانت حلوه قوي، كنا يعني بنحترم بعض وبنحب بعض. اوقات كتير في حفلات كان في الفور ام قبلنا او بعدنا في نفس الحفله او فرقه الاصدقاء قبلنا او بعدنا، بنسلم على بعض وبنوحش بعض واخر لطافه. طبعا دي في منافسه شريفه، بس يعني مش كأنكم تقدموا الأحلى دايما. أيوة. واحنا اللي بنستفيد كجمهور. احنا ممكن برضو نعمل أحلى، احنا ممكن، لكن بنحترم بعض وبنحب بعض، ما حصلش بينا أي حاجة يعني حاجة وحشة. أكيد. طيب إيه اللي خلى فرقة المصريين ما تستمرش من وجهة نظرك يا أستاذة منى؟ وهل بدأت يعني تبطل او ما تبقاش موجوده لما انتي مشيتي، ولا استمرت بعد ما مشيتي بشويه او بعد ما اتجوزتي بشويه؟ افتكر هي اولا اللي خلاها تتفك لان في اعضاء سوري يعني توفوا، في تحسين يلمز توفى وماتوا صغيرين يعني. وبعدين اللي هو اسمه ايه ده نسيت، في حد تاني في اكتر من حد من الفرقه توفى، فبدات الروح ما تبقاش زي ما هي بالظبط. وده مشي وده هاجر وده يعني حصل تفكك كده، قلنا ايه اللي بيحصل. زائد ان ما كانش فيه منتج فالعوامل دي كلها اثرت. فالواحد زي جاله احباط وملوش نفس، بتحصل كتير، وبتحصل انه بيرجعوا بعد كده زي الرولينج ستونز.
فرقة قديمة قوي وقفوا وافترقوا بس اجتمعوا تاني ودلوقتي ناجحين جدا. هو ده اللي انا بتمناه ان شاء الله لفرقة المصريين. ما اقولكيش على الحفلات اللي لا بس انتوا بس فكروا فعلا تبدأوا تعملوا حفلات تاني. اولا يعني الاعضاء اللي ما بقوش موجودين دلوقتي اكيد هتلاقي ليهم بدائل سواء شباب موهوبين او كده وتقدروا تقدموا النوستالجيا الجميله بتاعتكم وكمان اعمال جديده زي ما استاذ هاني وعدنا. انا قاعده منتظره العمل الاغنيه الجديده اللي بثلاث لغات ان شاء الله. تمام عشان بس من ايه يعني ما تهربيش مننا تاني من فضلك. هل ممكن نسمع من حضرتك اوقات اشوف ملامحك؟ ممكن. أوقات أشوف ملامحك في صورتي في المرايا وأحس الشوق في قلبي واخدني للنهاية أغمض عيني لحظة ألاقي إنك معايا وإيدك ماسكة إيدي وماشي بابتسامة وسط الأحزان بتيجي تغير كل حاجة وزي الشمس ترجع ما بين مليون سحابة. انت موجود في المعاني في ابتسامتي وفي كلامي في الأمل في حلم أكبر مننا أندهك والدنيا نامت تلتفت لي وانت ساكت كل ليلة انت سهران عندنا كل شيء يرحل وينسى وانت موجود كل لحظة إنما بيقولوا إنك مش هنا الله ميرسي بجد ميرسي ما شاء الله. بتعرفي تحافظي على صوتك وطبقاته ازاي؟ يعني مش يعني مش عاملة أعمال كتيرة الفترة الأخيرة واختفيتي حبة. أيوه. فأكيد لما الواحد بيقعد أو بيبطل حاجة هو بيعملها أو كان شاطر فيها أو موهوب فيها حتى لو رياضة أو كده بيبعد عنها شوية يعني ما بيبقاش عنده اللياقة هي هي. أيوه. لكن أنا حاسة أن أنت ما شاء الله زي ما أنت في كل حاجة. طبعا أنا هتكلم على الشكل والقوام وكل ده للستات عشان نعرف لازم نصايح إزاي نقدر نحافظ على نفسنا كده ولكن خلينا نتكلم عن الصوت الأول. إزاي عرفتي تحافظي عليه؟ هل بتمرني لما كنت مسافرة مثلا ولا إيه؟ أنا بتمرن حقيقي يعني بتمرن وبغني كتير. ما هو أنا بقى خلاص هموت وأغني وبعمل رياضة كتير. ده ما ده يعني مرتبطين ببعض متصلين ببعض بالزبط. أكيد لأن عشان النفس وكده وبمشي كتير يعني بمشي مثلا بعمل لي 12 كيلو متر مشي زائد بكون طالعة من الجيم بعمل شوية سبيننج بعمل يعني شوية بادي شيب وكده وما بدخنش وما بشربش يعني ما حياة بقى يعني مملة جدا. لا خالص دي حياة هيلثي وجميلة جدا جدا بجد. يا ريت أي حد بيعمل أي عادة سيئة يستغنى عنها يحاول يحافظ على نفسه وعلى صحته وعلى رشاقته وعلى بشرته كل الحاجات دي. صح مظبوط. دي شوية أسرار كده. هو وبعدين أنا بطبيعتي إنسانة سعيدة يعني ما فيش حاجة ما شاء الله راضية رب دايما ربنا يخليه راضية بحالي يعني مش مشكلة ما فيش الحاجة دي مش مشكلة في حاجة تعوض وكده. وبعدين المية مهمة قوي الصبح طبعا يعني نصيحة ممكن كل بنت تعملها أو ستة أول ما يصحوا الصبح يشربوا لتر ونص مية مش مرة واحدة بس كتير قوي. لتر ونص مية أول ما أصحى
طب كوبايتين نبتدوا بكوبايه كوبايتين. صحيح كوبايتين هتبقى كويسه كده، وبعد ريفرشمنت كده، وبعد شويه كوبايه، وبعد شويه ممكن ينزلوا يمشوا شويه ويرجعوا كده. اصل انا بصحى بدري قوي 6 الصبح وحاجات كده 5 الصبح. هل الحياه دي او الستايل بتاع الحياه ده كان معاكي من قبل ما تسافري، من قبل ما تتجوزي وتسافري، ولا ده اكتسبتيه بقى لما عشتي بره مصر؟ ده عشت بره مصر ساعدني كتير، بس كنت بعمل رياضه قبل ما برضو وانا في مصر. كويس. يعني نفس الحياه، بس طبعا عشان الشوارع هناك اسهل في المشي، وكل حاجه سهله. ان شاء الله احنا هنبقى كده قريب. اكيد احنا بدانا حاجات كتير الحقيقه. في اماكن كمان مخصصه في كل حتى الطرقات اللي هي الهاي ويز على جنب ده، في اماكن مخصصه للعجل وللمشي، يعني للسير وللعجل كمان دلوقتي. الواحد مبسوط من الحاجات دي وبس. كنت كده قبل ما اسافر، بس يعني زادت معايا المواضيع لما سافرت. بتسلي وقتك هناك ازاي؟ كنت بتعملي ايه لو ادام مفيش فن، مفيش غنى، مفيش حاجه جديده بنعملها في الموهبه؟ كنت بشتغل، يعني بشتغل بساعد جوزي في شغله شويه في مجاله هو، بس طبعا مفيش ساتيسفاكشن، مفيش اللي هو مفيش غنى. مفيش غنى، هي الساتسفاكشن عند منى هو الغنى بالظبط. طيب هتكلم عن التمثيل، لانه كان انت شاركتي في 3 افلام، سرقوا ام علي وديسكو ديسكو وصراع الحسنوات. أيوه. كلميني برضو عن التجربه دي، كنت حباها ولا كنت برضو قلقانه منها، وحبيتي ايه اكتر، تمثيل ولا غنى؟ طبعا الغنى بحبه اكتر. التمثيل صدقيني صراع الحسنوات كنت مش شاطره قوي في التمثيل، كان اول تجربه لي. كان ممكن اعمله، يعني دلوقتي كان ممكن اعمله احسن من كده اكيد. مع الخبره والنضج الموضوع بيختلف، خصوصا لو تقولي اول عمل تمثيلي. كان شويه توتر مكسوفه شويه وكده، يعني كان اياميها كان كده، بس يعني اشكر اللي اداني الفرصه دي. وديسكو ديسكو كان برده من الافلام الناجحه جدا جدا. لما دي غنيت فيها اغنيه كانت حلوه قوي بصراحه، عمل يعني عمل جو جامد. وساره ام علي برده كانت اغنيه هارد روك، مش بطله ابدا وكده. وعملت سهره، بس نسيت اسم السهره. معلش، بس في النهايه انت تحبي قوي الغنى اكتر. احب الغنى اكتر. طيب احنا خلاص للاسف وقتنا انتهى، يا للاسف خلص بسرعه قوي. وبجد مبسوطه قوي ان انت كنت موجوده معايا، او حضرتك كنت موجوده معانا النهارده. لا خليها انت حلوه. ما هو اصل احنا في انت، فمبسوطه قوي ان انت كنت موجوده معانا النهارده. ميرسي. واتمنى انه برضو جمهورنا يكون استمتع بالحلقه الجميله اللذيذه اللي روحها حلوه قوي دي. واكيد مش هختم على صوتي، انا لازم اسمع من حضرتك حاجه، وبرضو على وعد انه الاعمال هتبقى كتيره بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله. يا رب ان شاء باذن الله. ان شاء الله. سمعينا ايه اللي انت عايزاه؟ عايزه هنختم على صوتك، فاختاري. والتوبه. التوبه. يلا. انا على فكره كنت بحب الكليب ده كمان جدا، وكنت في منتهى الشياكه فيه. ميرسي. يلا. وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير يا عين، وحشاني عيونه السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عين. وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير يا عيني، ترميني المجادير يا عيني، وحشاني عيونه السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عيني، ومدوبني الحنين يا عيني.